السلام عليكم. اليوم نروحوا للملعب تاع وهران. عندنا اخر صور تاع ملعب وهران، وهذه السويعات قبل انطلاق مقابله النصف النهائي لكاس الجزائر. اذا نروح نشوفوا يعني الوضعيه نتاع الملعب، يعني في الطوب طوب دي طوب. وهذا الفيديو سوف نبرز يعني الجانب تاع الملحقات تاع الملعب، ويعني الفضاءات نتاع الفي بي وكل ما هو يعني ملحقات. وهذه الامور هذه كلها لا توجد الا في يعني دول قليله يعني في افريقيا. الحقيقه اغلب الدول الافريقيه عندها ملاعب بمقاييس قديمه، ما فيهاش هذه الفضاءات اللي تمت يعني اضافتها في القانون نتاع الفيفا، واللي من قبل ما كانتش، باش نقولوها بكل صراحه. وخاصه بعض الدول التي رشحت نفسها لتنظيم كاس افريقيا لكن ليس لديها، عندها ملاعب، مجرد ملاعب عندها غير مدرجات وملعب الأرضية، لكن الفضاءات هذه تاع الفي اي بي وتاع الصحفيين وتاع كل هذه الملحقات هذه لا توجد لديها، فيها اشغال كبيرة جدا لازم ان تقوم بها قبل ان ترشح نفسها الى تنظيم كأس افريقيا. اذا اترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع عن ملعب وهران الذي تم يعني انجازه هذا البارح من طرف ولاية وهران، واترككم، السلام عليكم.